بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ، آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العسيمي، غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى أسفل من عينة، عن عروة بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو العاص عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء مصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ليفوزوا بسعادة الأجل الأجل. فهذا هو المجلس 28 من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في مساء يوم الاثنين الموافق 27 من شهر شعبان عام 1441 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا بكتاب 40 وانتهاء بالسنن والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كان ومجلس كي تضبع سداد إلى باطنات، مجلس سداد إلى باطنات مجالس دولمك إشارحكو من كتابك سنن النسائي. قلبتنا وقلب سنين أوافق سنة تضبي لباتن بالشعبان كنا فربقل كو إيافاتك جانا بيقنا صلى الله عليه وآله وسلم. باب كمان تأم كجرنا ومواقيدة أما بكتاب الصلاة، باب كي أفري لباتن دين صورة ميني، وحال كان كبير لابينا إن شاء الله تعالى باب ك أما كتاب كالليحات الصلاة دا لحريرة، يعني إن شاء الله تعالى كبير لابينا هل كان نوعه كتاب المواقيت. مواقيت أي كتاب كانوا كتابي هاي وقتي هذا. مواقيت وجمع ميقات ويان. ميقاتنا وحالي هذا وقتي وقدرا. أيا لي هذا ميقاتك وقتي قون أيا ميقات لي لها. مركا كتاب كان وحو كتابي هاي. صلاتها شنت أو فرض كود إلهي سبحانه وتعالى كفر ذي لي. ومدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجر كذا كنت أنا أقول لي حلي هذا يتكرر أي كتاب كانوا كتابي هاي ظهر نقية عصر نقية سراديه كلا وسد حدا نقدينا حلي هذا لك لتكني حلي وسوقري وقتك أي حلي وبحي أي كتاب كان إن شاء الله تعالى سفيعا وكرا لك دونا ووقتك أول إنه ليه هاي آخر إيه قنانة إيه قبل إنه ليه هاي أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكو أركي دونا انت بضنا وحلقة قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم عدين تجبريل أيها اللغوس والليبي أو فعل هان أيو تسيي ودجيي نبينا صلى الله عليه وسلم لبجر أيوك لدجيي مانين أول الوقت أيو دجيي وصلاة كاستمرك باللابنس أيو دجيي مانين تلبادنا وحود دجيي وقتك قبديسي نبينا صلى الله عليه وسلم طريقة سأيو مريا وصحابة ديس ركم إذا أويمت وهو يديستان صلاة وقتك هذا إنو نبي أعرف وحدده أساس أيو نبينا صلى الله عليه وسلم مركة قنانتك أمبا نحرك كتابك صلاةها حلية اللي تكنا بالله قاضي إجابة جبذة أحاديث كسو أرورتي أي إن شاء الله تعالى إمامك سو روندنا باب هذا باب ويان باب كان عنوان لهم يهين كتاب كي هراء وكتاب المواقيت كها وأنا هذا سوى شجني قيب كميت أيو كهلا يا إن شاء الله تعالى حديث كأفر بقول يوم أفر يسقى الشنات وحديث صحيح. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل من طريف البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر ثقة ثبت حجة، عن ابن شهاب الزهري محمد بن شهاب الزهري وإمام كأسناء ثبت حجة، أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله رحمة واسعة أخر وحدب لقى شيئا أخر وحدب لقى العصر صلاة عصر شيئا وحهم بودي ردب لقى قيب أي دب لقى أما سيئ بودي لقى. فقال له عروة حكير عروة بن الزبير أو حيري تابعي أما إن جبريل ميا قد نزل وسود دقي جبريل أيا سود دقي وفصلى وحد جي فصلى ود كذي إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام ميا ذي قرن. ها أحسنت ساس ويان فصلى ود كذي أمام رسول الله هرتيس أيو محوه كذي وإمامه أنه قدوا ين ود جي فصلى ود كذي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هرتيس أيوب محوه كنت كذي وحكى لو أيضا لب عن اللهين فصلى وحود كذي إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم
حال كونه إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أسوأ إمام أيوه محوها تكذين ولا ليه كراه. فقال عمر أنا إمام بأي قرن. فقال عمر سيد عمر وحيري رضي الله تعالى وارضاه عمر ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين اعلم نيه هبسا ما تقول وحد ذي عرو عرو هذا الكتشيجي سنيه هبي أو محو إن أسكه هذا شيء دعن أرين كاز كهبي. قال وحيري سمعته حن كم غري بشير ابن مسعود نينك بشير مسعود يرى هذا وتابعي ثقاء يقول إسقاله بشير مسعود كاس وحويان بشير ابن أبي مسعود ويان بشير ابن مسعود وتابع ثقاء. قال وحير سمعته حان كمغلي أبا مسعود ها هي سمعته حان مغلي بشير ابن أبي مسعود ما كمغلي يقول إسقاله سمعته حان كمغلي أبا مسعود أبا مسعود أيان كمغلي صحابي جايل كعقبة ابن عمر الأنصاري والبدري ويان حوق يريد أفرتن كجنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إسقاله أيان كمغلي سمعته حان كمغلي رسول الله ما كمغلي صلى الله عليه وسلم يقول النبي جنا أوله نزل وحسودك جبريل فأمني إمام أبي النقضي فصليت معه وانلدتك النبي جنا صلى الله عليه وسلم جبريل أيان لدتك النبي جنا صلى نزل جبريل أيان صودك فأمني إمام أبي النقضي فصليت معه وانلدتك ذي ثم كذبنا صليت 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 معه وانلدتك ذي يحسب حسابي أبي أصابع فريسة خمس صلوات شن صلاضات حديث كان مركو عضينا يا صلاةً إله وير سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة وير أمرك قبحي عدين تهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمل هو فعل جبريل لو سودي بي مرك جبريل أيام مرك النبي دجيي أو دجيي أو دجيي أو دجيي أو دجيي أو شن صلاة سجد دجيي مرك صلاةً أن تكنين مرك فعل كأن لا إيمانين النبي صلى الله عليه وسلم بركت كل أهان أما با لفلق لهنا يا النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وضرب جل سودي بي ايات صحيح حديثك انتس ايو عدينا يا ويان باب كلابات ومواقيت هوس ايماني اول وقت الظهر وقتك ظهر كاول كيسة هذا محل بيانه ويان ماشي الوعد يا هل كان حديث كفر بقوليو شاني سكا عشان هذا حديث صحيح قال الامام النساء عليه رحمة الله اخوانا محمد بن عبد العلى الصنعاني وثقة لو بقولي شاني افرتك جنة من قلبي انتقاله حجير حدثنا خالد من الحارث الهجيمي ويان الهجيمي ثقة ثبت قالوا حجير حدثنا شعبة وإمامك قالوا حير حدثنا سيار ابن سلامة يا نور رمي سيار ابن سلامة أبو منهال يا لي رذاء الرياحي وثقة محوج يا بغليو سقائل ما تكجن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حير سمعت عن كم قال أبيه أيو كم غلي أبيه أو ابن سلامة أيو كم غلي سلامة أيو كم قالوا حير سمعت عن مغلي أبيه أيان مغلي يسألوا سقو ويديني أبا برزة الأسلمي أبا برزة وصحابي نضلة ابن عبيد أيال إلى هذا أبا برزة أبيه أويدينا أيان مغلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوا حكا ويدينا أيان مغلي سمعت عن مغلي أبي أبيه يسألوا يسألوا ويدينا أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوا حكا ويديني أيان مغلي ويان قلت حانري ياديه قلت داس وحاديه شعباء ياديه وحو كليه سيار قلت حانري أنت سمعته ماذا كما غشي قالوا حير كما أسمعك الساعة هذا سنة كوم مغلي أنا قوم مغلي هذا سؤال ما هليس سنة كوم مغلي أنا قوم مغلي ويان أعد نور حيس لما أركم فقالوا حير سمعته وحان كما غلي أبي أبهي يسألوا يسقوا ويديني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حير كان وحوا هذا النبي جينا لا يبالي ماذا نو أبي يرين كان وحوا هذا النبي جينا لا يبالي ما نو أبي يرين بعد تأخيرها دبدي جاد قاركيس دب وما أرك جرن يعني العشاء صلاة العشاء إلى نصف الليل هابين كبرتميس إلى لقار مرة قار إنه دب ديجو هي حال هذا قار هي محوها سيابها قار إنه دب ديجو إلى عشاء نسكي إلى منتصف الليل هابين كبرتميس وقارسية دب وما أرك جرن ولا يحب النبي مجع لانجر النوم هرد قبلها صلاة كهر الهرد عشاء ولا الحديث الشاكنة بعدها إن الله شاكينا النبي مجع لانجر هرد وحال بقى يقف إنه هرد وصلاة دي بأيكتك وصلاة فجر ومحوها وسوك عمك محوها حلي صلاة عشاء بحدي على خلاف بين أهل العلم حلي صلاة عشاء بحيس ما فجر كوكو إذ ليه من منتصف الليل من ثلث الليل ومسألة خلاف إطغانان مركع إنا عشاء تقعي على بقية هردده شاكذن وحال الله نعي قفك قيام الليل كي إيو شدوك لو حاوين صلاة فجر أصغى نشيط وهو محوها في فرعوني أي كجرت هردك الرقي وسوكع لها أي ماشى كوسيا جيا شد أوجد مركع لبضبا نبقى نعجر صلى الله عليه وسلم قال شعبة وحيري ثم كدمنا لقيته على كل من إنك سيارة يعني لكل مرلبات ثم كذب من لقيته على كل بعد مركا كذب أي على كل مي فسألت وحن ويدي قال وحجري
كان وحو هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسلم متو كذا مركو رعشو وشيغ موقتا الظهر صلاة ظهر حين تزول الشمس قرعة مركا إيلتو سأل لي حتى والعصر صلاة عصرنا يذهب حؤاد جري الرجل ننك أما قفك إلى أقصى المدينة مقالة المدينة ماشي وقفة وقانت بعدنا والشمس قرعة حية أي نوشو يسدي أي محوها افتيما يسأل حوقانت ويكرجر تويا والمغرب نبي مغربي يدو كنجري والمغرب صلاة مغربي لا أدري مؤقي أي حين وقتي وذكر وشيغ ما قرناي شعبا يا مركه هذا الكاس وحولي حلق وشيغ ما قرناي ثم كدم لقيت وان لكل بمرسد حاضر يا لكل بعده فسالت حويدي فقالوا حير كان وحال ثلاث صبح وين يصلي متك الصبح ثلاث صبح وفينصرف الرجل قفك يا سولا بنجري وسن قنجري صلاتك سو بحجري فينظر كدم وحو اجري الى وجه جليسه قفك فديه وجهيس محوها اي اجري الذي كاس يعرف ويقان وفيعرف وقرنجري ويان قالوا حير وكانوا حوا هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ متكو أقرية فيها صلاة فجر بالستين لحدا إلى المئة إلى بقول أيضا يقرأ أقرنجري ويان صلوات كمركة حديث كانوا حوا دينا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سود كنجري إنه صلاة عشاء دب ودي جري النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ظهر إنه أول كذا كنجري سدوا كلا صلاة عصر إنه أول كذا كنجري سدوا كلا صلاة فجر إنه حاوين أما دب دي جري ابن حرب الحمصي الأبرش ثقة وحجر إذا بقول إياه أفر هي سجاش جنابة جنا صلى الله عليه وسلم عن الزبيدي زبيدي محمد بن الوليد الحمصي القاضي وين ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري أصحاب الزهري رجس العرساء وحرتي سقوه وين أيها كبيرين عن الزهري محمد شاب الزهري إمامك قال وحيري أخبرني وحيورهم أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه أي أيوة الرمي أن رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم خرج إنه بحي حين قرتي زاغت الشمس قرحت أي إلى تي وفصلى بهم الظهر ظهرا صلاة ظهر ودجي مركا قرعة وحي رسول الله حطي أيو أنتم صلاة أبحي أيو دجي صلاة ظهر مركا وصلاة أول كذا اللي تكون أي فلقي صلواتك إن لهور مريئية إن شاء الله تعالى ونائما دونان حديث كفر بقول إيه تضبي إسك عشان هذا حديث صحيح قال إمام نسو علينا رحمة الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وثقة قالوا حدثنا وحان عمر حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي وين ثقة قالوا حدثنا وحان عمر زهير ابن معاوية وين وثقة ثبت ننكس وحكم مقلي أبي إسحاق السبيعي أيو مركو إسكو درس ما كدي بأم عمر جيسي آخر جيسي أيو حكم مقلي مركو سماعي سأبو إسحاق أبو إسحاق نوانين كثيقة ثبت لكن آخر جيسي واتي وحون اختلاط وجري حقوها دي محوها حفظ جيسي وهوس وداعي مركو رجي قلال دم وحكاقات أيو كمي دها نينك اليار زهير معاوي أيو كمي دها كو فلم يشكنا وحاويان نبقى نقما يلين أرنت أيضا هيد شاكا شاد أيضا هيد نبقى لك جلق ومسينين يعني حالة أذك أي جري جرتيو كبالا آم باج جرتي وحاوين كبكرو لانا يا ماشي كجري مركب بعاد كاس إيو كسعود كسلاة ظهر أي محوها نبقى صلى الله عليه وسلم أي وحير هذا نبي الله نوير قبوجي فلم يشكينا نبقى شكاية هذا نقي شاكا شاد هذا نقي مدى جيسانين لأبي إسحاق أبي إسحاق وحا محوها كسوغن أبي إسحاق أولي في تعجيلها هاي أما قيل وحال لأبي إسحاق وحلويري في تعجيلها وحين نبي وشاك تاني لوسة الدجيمية وصلاة محوها دجيتين مياي دلبادين ميسو حي دلبادين إن لود محوها وحيكشاك تاني دجينتي أو إن دبلوريك أي دلبانيان قالوا حين نعمها دجينت لسوة الدجي أي لبسنا يويان ساس أيو مركب محوها كوفا السيري ننك اللي يراهدو أبي إسحاق السبيعي علي رحمة الله وعلى جميع الرواه مركب النبي صلى الله عليه وسلم مركب حلية سيدة صلاة حر أسوق هذه جري صلى الله عليه وآله وسلم لمن ملأ إن الكهر الله أسوق هذا سيدا وياه وياه باب تعجيل الظهر في السفر باب تعجيل الظهر صلاة الظهر إن لدجيه في السفر مركو قفك سفر كجرة ودميل دقنيه صلاة الظهر أي سود ودهي أما أي سوقش عفوا أي صلاة الظهر سوقش مركب إن محوه رلقة تكوذ ولا رقاقه أرينت أيضا إنا يبرنانت والنبي جنات منجري صلى الله عليه وسلم يبابك نباب حديثك أفر بقوليه سديد إيساق الشناد وحديث سايحة قال الإمام النساء علينا رحمة الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد وحاوي أبو قدامة السرخسي اليشكري وثقة مأمون سني حجر يضي الله بقوليه كوي فرطق النبي جنات صلى الله عليه وسلم قالوا حدثنا وحنور رمي حي بن سعيد القطان ثقة ثبت الحجة عن شعبة من الحجاج إمام كوي قالوا حدثني وحي ورمي حمزة العائذي أيوير حمزة ابن عمر الضبي وين البصري العائذي وصدوق ويا نكاس قال وحير سمعت عن كم غلي وتابعي أنس بن مالك عن كم غلي رضي الله تعالى وارضاه يقول إسقى الأيام مغلي كان النبي نبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل هدودك منزلا
بوس هدو دغه مركو سفر يويان لم يرتحل منه كما غوري جيرن حتى يصلي الى وقت كذا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر صلاه الظهر كما غوري جيرن فقال رجل بوحيري وان كان هذا بنصف النهار ما انت برتميده بها هاته قال وحير وان كانت هبه هاته وان كانت هبه هاته حلقه وغورا بنصف النهار صلاه ما انت محنس كذا بها هاته قال وحير وان كانت هبه هاته ساعد ايضا يحلق لغورا اما حلقه دور قد كنا بنصف النهار ما انت برتميده هاته وين معناه هو حويا اي عقب الزوال مركز محاق الرحض اي ساوزي زولي سو برتمها ما انت ولا جوغا لكن قرح دي ساو رزوشي دقيقه بقى النبي صلى الله عليه وسلم انت وقت لا غار النبي موسى غور جيرين ايو لي مركا النبي انه اول النهار تكنجري او اول الوقت انه تكنجري ايا وحويان صلاه الظهر هل كلا قادنيا بابك افراد تعجيل الظهر صلاه الظهر ان لدتجي في البرد حلق قبابه وجره انا قبل هذا ادركتين وحليه هذا توقيت كنيروبي حليه قرو حنتو كنا صلاه الظهر 12 iyo soddon shan daqiiqo inaad tukuna laga yaabo 40 daqiiqo inaad tukuna laga yaabo mararkaan dib u dhac laga yaabo oo muxuu aha antu kana kooda iyo taqriiban 20 daqiiqo 15 daqiiqo antu kana marka xilliyada saas ay isu bedelayaan nabiga nana sallallahu alayhi wasallam saas uu isameen jiray xilliyada muxuu qabowahana salaad uu dadaj jiray oo xilliga ayaa hor isoo dhic jiray xilliga kuleylahana nabiga nana dib u dhig jiray sallallahu alayhi wasallam isagoo muxuu ama waqtiga eega ama waxa haajada muslimiinta ay u qabaan in xilliga qabowga dib ma jiro xilliga marka kuleylaha in dadka loo yaqabojiyo labadaba suuragal weeyaan والعلم عند ربنا تبارك وتعالى حديث كفر بقليه سغاشين سغالات وحديث صحيح قال الامام النسائي رحمه الله اخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي وين ابو قدامه السرخسي ها هي ثقه مامون سني هذا صوما قالوا حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم ابو سعيد كسبحان الله عبد الرحمن بن عبد الله صدوق وين ربما اخطا وي قالوا حدثنا وحنون بن خالد بن دينار ابو خلد ايالي رضا التميمي والسعدي البصري والخياط وصدوق قال وحي سمعت عن قبل انس بن مالك كان مقلي رضي الله عنه ورضاه يقول السقوله قال وحي انس بن مالك كان وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غورتي كان هذا الحر كليلك ابرد بالصلاه صلاه قوين جير النبي صلى الله عليه وسلم ودب ودغ جيروا يعني الى حراد اي كيرد بعده اي النبي صلى الله عليه وسلم صلاه دب ودغ جري واذا كان صلاه لغا هذا صلاه الظهر صلاه لغا هذا صلاه الظهر ويا واذا كان هذا هذا ها هي البرد قبوغن عجل النبي ودنجر صلى الله عليه وسلم هروس ودغ جري ساسويا صلاة الظهور أبرد بالصلاة صلاة الظهور نواتهاي صلاة جمعة ونقني صلى الله عليه وسلم ولي عند البخاري جمعة وكسواء رورتي كجمعة هنا وكسواء رورتي ويا وياي بابك الشنات توقيت كهوس إيماني الإبراد قبوج بالظهر صلاة الظهور القبوجية إذا اشتد الحر كويل خدود درنادة إن دتك اللوير قبوجية وهر اللوير رجال قرعة أي ماذا حدث كي يرزوش أي نعوي ربضته هنا أرنت أيضا نبي جنوس منجري أين في عندهاي أي باب كانوا بابيها رفقي اللي مريم باكوجرت أدتك لوادي مريه وحاول يسير ولا تعسر أي سوق لي ويان حديثك شن بقولات الحمد لله رب العالمين كتابك حنو ملينا يا مرك تضوم الله قيبيه هل ملوان وتقريبا وان كده يعني هذه كتابك وها لحكن إيو وحاول يان تضوم بقول زيادة سومين تقريبا أما بشن بقول زيادة سومين مرك هذه تضوم الله قيبيه هل ملوت هذا إن شاء الله تعالى حديثك مرك أنقلنه وان كده يعني إلهي أنكم سبحانه وتعالى حديث شن بقولات وحديث صحيح قال إمام نسعى علينا رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل من طريف البغلاني قال حدثنا الليث ابن سعد إمام أهل مصر عن شهاب الزهري وإمامك عن المسيب وحاول سعيد بن المسيب ويان وأنك إمامك وفقيهها عابدك ها عن أبي سلامة بن عبد الرحمن ثقة ثبت الحجة عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه راوية الإسلام عبد الرحمن صخر الدوسي والنبي جينا صلى الله عليه وسلم إنك حديث غبضا كوري وضتك محوه سو قاري مسلمين سو قاري قالوا حجيري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حجيري إذا اشتد هدود هذا الحر كليلك فأبردوا قبوجي عن الصلاة صلاة كليتان كذا ضتك قبوجي ومحوه ويرك هذه ويدبوا لقوا فإن شدة الحر كليلك درانتيزا من فعه جهنم جهنم كليلك ذي وهذه ساسوا النبي جينا عدينا صلى الله عليه وسلم أما بان نفته جهنم أي كاها توين أي قبوجي ضتك محوها يوسن هلعاس إيو كليلكاس إيو هنفكاس يوسن دتك محوها دباتين ويان سلادنا يوسن قدرن حديث شن بقول إيه كوباد وحديث صحيحة بما قبل حديث كهري مرك لو إيه صحيح نقوني قالوا حير أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وثيقة حافظ رمي بالنصب إنه آل بيتك حقهم محوها يوسن آذ إسكوف عنين أي اللقوية رتولي قال حدثنا عمر ابن حفص عمر ابن حفص ابن غياث ويان عمر حفص ابن غياث وثيقة ربما وهم مرك قالوا حلقة باسمه تسين وكل عليكم وثيقة قال حدثنا وحنورهم أبي أي نورهم أبيه وحويان حفص بن غياث ثقة فقيه
حفظي سمركي أد جيريور ربي قال كذا وحير أيوم حوا يصير لماي ويان هاي نينك اللي يراه ذا حفص ابن غياث رحمه الله ورحمه جميع الرواه ها حديثك والتحويلي وأنبأنا إبراهيم بن يعقوب هذا صومرني وثقة الجوزيان وثقة حافظ الرومي بالنصب قالوا حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين وإمام كليقاني أئمة الجرح والتعديل حق محوها رواد إن لجرحية أو ضعيف الوالي يرهضه أما بوحاو مقبول والي يرهضه أما ثقة ثبت والي يرهضه أما ثقة لا يرهضه أما يدلس لا يرهضه أما يرسل لا يرهضه رجحون كاسوس هرويان بحق أي كسوس هران ابن معين إيه بخاري إيه إمام أحمد إيه رجس ورجع محوها ولي باعتدالك إيه أحد حادي ماذا الويق أنا قارك متساهلين تا شد الشلوشة من حبان وكلنا معهم وحاول رجع متشددين تا أنا كمجرويان يحمل معين رنك تشدد كمرك على الحجين وادي عكرتا يحيى ابن معين عليه رحمة الله يحيى ابن معين ابن عون المري ويان الغطفاني ننكس غطفان كرير غطفان كاس مولاهم أيقا حريين أبو زكريا البغدادي أيالي لهذا واثقة حافظ مشهور إمام في الجرح والتعديل سيدا ويان مدينة يقول انتهي مركا هجرنا بقين صلى الله عليه وسلم صدا إسد حدي رحمه الله رحمة واسعة قالوا حيا ابن معين حدثنا حفص حفص بن غياث كذا صومر نوين حاء وأخبرنا أما وأنبارا وحنورمي عمرو بن منصور عمرو بن منصور كان والنسائي كلويقا النسائي لويقا ثقة ثبت ويان إمام النسائي بس أي أصحاب الكتب الستة وصو صارت ويان قف كلا ووه لي وحوصو صاري لما أرك ويان عمرو بن منصور أيا قال وحيري حدثنا وحنورمي حفص هاي حدثنا وحنورمي أيوري حفص هاي قالوا حدثنا وحنور عمر ابن حفص ابن غياث يا نور ماذا صومرني قالوا حدثنا وحنور أبي حفص ابن غياث عن حسن ابن عبيد الله حسن ابن عبيد الله ابن عروة النخعي ويان ثقة فاضل ويان وحوجي ليذا بقوليو سقال إيه صدق خجلنا بين صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة يرسل كثيرا عن يزيد ابن أوس الكوفي وثقة أما عفوا مقبول ويان إنك وحويان يزيد ابن أوس الكوفي ومقبول عن ثابت ابن قيس النخعي وكوفي اسمه ومقبول عن أبي موسى الأشعري صحابي جيلك عبد الله بن قيس وحوجي ليذا كنا جيرنا بقى صلى الله عليه وسلم يرفعه إسقى أتاجي أما بأسر مريي مرفوع يعني النبي قال يؤدي يرفعه إسقى النبي عليه الصلاة والسلام أرفعه والنبي قال نيري أما النبي قال نكورنا عليه الصلاة والسلام قال وحجيري أبرد قبوجي بالظهر صلاة الظهر فإن الذي كي تجدون أذهليسان ومن الحر كليلك من فيح جهنم جهنم النفط هذا إيه هلن كذا أيوة هذا ويان إيه صلاة قبوجي ظهر أيوة النبي صلى الله عليه وسلم حديثك أما بابك لحد آخر وقت الظهر صلاة الظهر وقت كذا ماشي قدام بيسا أيوة بابك أنا بابي ويان حديثك شنب قال إلى بعض وحديث حسن قال إمام النساء عليه رحمة الله أخبرنا الحسين بن حريث حسين بن حريث المروزي حريث المروزي ويان الخزاعي وثقة حجر إذا لو بقولي أفرئ أفاتك جنة بينا صلى الله عليه وسلم قال في أنبأنا الفضل ابن موسى أنورم المروزي ثقة ثبت ربما أغرب غريب يقول لي ماذا لقي أبا غرائب حيابا كليس ولا قول له يقول لي ماذا لقي أبا بقولي الله بي سقاش جنة بينا أيو جيري وذي رحمه الله وياهي عن محمد ابن عمر محمد ابن عمر من علقمة ويا الليثي صدوق له أوهام وصدوق اسمه تينان وليها عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وثقة ثبت حجة عن أبي هريرة وحالق وري عبد الرحمن ساخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وارضاه هاي عبد الرحمن ساخر الدوسي هاي قال وحيري أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان جبريل جبريل ويا مركو النبي هذا جبريل ليه هاي روايات كلا عدينا نو أبو هريرة في تركيسة أي النبي يعني إنه كم مقليش شيء أرين كان حلق أيد عضي وجبريل إنه إمام كان النبي كان إنه صلى الله عليه وسلم أيد عضي وحي هي تحلق النبي كان وجوه مكويه مكايو النبي كان جوج صلى الله عليه وسلم أبو هريرة صوم إسلامي مر كأيضا أبو هريرة تقنا سنة شناد يسوع إسلامي أما اللي حاد تقريبا يسوع إسلامي ما دام حرض أي نوعته رجع مر كالنبي يقول لي هذا جبريل ورك له صحابه ولا جوج أو مكلا جوجويا أبو هريرة مر كالنبي كان يكمل غلي صلى الله عليه وسلم يسوع أرنج شجع سجن عدي روايك لا يكون عدي أنا أبو هريرة وحلق وري رضي الله عنه قال وحير أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كلا يكويري النبي قال صلى الله عليه وسلم أبو هريرة سقى وشاقي هذا كنيت جبريل جبريل عليه السلام جاءكم وإذ يمت يعلمكم إذن برا دينكم دين تينا فصلى ود كذي
جبريل الصبح صلاة الصبح حين قرتي طلع الفجر صلاة فجر أيد الله عدي مركبة بط مركو سوي رمحوها فجركي وصلاة أي محوها سأود الله عذيبة هرو كدو جي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أي إمام النقضي وصلى الظهر صلاة الظهر أيوتو كذي حين قرتي زاغت الشمس قل رحدة أي إلى تي إسلام مركي ساسو يسي إلا يسي بارو كدو كذي ثم كدي من صلى العصر صلاة الظهر أيوتو كذي حين قرتي رأى الظل حرك وارك مثل له إساق وكلا يعني هرك صلاة الظهر ماشي قدام بيسي وحاوية مركي اللي جوغ وقفك هركيس والله أكاده مركب وحاويان صلاة العصر يوتك وأول صلاة العصر و. ثم كدي من صلاة وحوتك المغرب وصلاة المغرب حين قرتي غربت الشمس قرعة أيد عضي وحل لجاري فطر الصائم قفك صوم أفركيس لجاري هروك تكذ ويان ثم كدي من صلاة العشاء صلاة العشاء يوتك حين قرتي ذهب الشفق حين قرتي ذهب أوتك الشفق الليل هبينك عسان كيسي يعني عسانك صلاة المغرب صباحا افتينكاس مركو تلعب هروك تقول صلاة عشاء كو ثم كدي من جاء ويمت انت سيو محوها جبريل سميي او صلاة والب الظهر نقطيا عسى نقطيا مغرب نقطيا عشاء نقطيا وحاويا صلاة فجر نقطيا ساس ايو محوها اول صلاة تكذي ويان والنبي قد عليه الصلاة والسلام ثم كدي من جاء ويمت الغدر الغدر بري ايو يمت فصلى به وتجي الصبح صلاة صبح حين قرتي اسفر قليلا مركب بوروغي انير لسو قاري وانت صلاة الدلع دي كدي من وليبه محوها يرى عصان الوسر دوادي بربرو محوها ونقضي ايا وحاويان ودجي ووقتك تقريبا قبل قبديسي ثم كدي من صلى به وحود دجي النبي قال الظهر صلاة الظهر حين قرتي كانوا الظل هركي مثله يسوى كلا وصلاة الظهر وحاويان قبل قبديسي ودجي ثم كدي من صلى العصر صلاة العصر يدجي حين قرتي كانوا الظل هركي مثله لبديس لبجباركس ونقضي او يعني تقريبا صلاة عصر قبل قبديسي ثم كذب من صلى وحوده جي المغرب صلاة ومغرب بوقت واحد هالوقت إلا وقت جدو أسكت جامين صلاة مغرب ويان حين قرتي غربت الشمس قرعة عيد عضي وحلا محوا وجاري فطر الصائم قفك سوما حلق وأفراهي النبي قال إنه حنايمان صلى الله عليه وسلم إنه محواها صلاة مغرب ندب أديجي لكن حديث كان والنبي قال دجي جبريل وجبريل ومحوا إمام كها صلاة مغرب هل حلي أيلا دكذي ثم كذب من صلى وتكذا العشاء صلاة عشاء حين قرتي ذهب وتجي ساعة من الليل ساعتها بينك ساعات هبينك ويان يعني تقريبا ومددر نصف الليل كنا نقضى لقيابة ثم كدي من قال وحير الصلاة صلاة نبي محمد ما بين صلاتك صلاة دادان انت قد حيسا أمس شلي ايوه صلاتك صلاة دادا اليوم ما انت انت قد حيسا وقتي قد كجرا ويان يعني صلاة دا فجر مركي فجر كود اللاعة صلاة صوم مركو فجر كود اللاعة والصلاة دا ساس بوت وصيلة هاي محوها فجر كاس إلى قرح دا اي كسو دواتا انت سايا محوها قد حيسا ويان ظهرك واساسه وكله محوها حلقي اسمه كاي زوال كاس إلى حركة ومحوها وفق الله كذا وهكذا ساسه عدي وين نبيجنا له عدي صلى الله عليه وسلم حديث شنب قال يسد حد وحديث صحيح قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد الأذرمي أيالي هذا عبد الله ابن محمد الأذرمي هذا النهار الرئيس الجزري وين وثقة قالوا حين حدثنا عبيدة أدتك قارو قرن لكن عبيدة وين عبيدة ومكبر حميد كدنباء يا مصغرة عبيدة ابن حميد هرن وصمر الحذاء وين صدوق نحوي ربما أخطأ إن وقفي على جيابة وصدوق عن أبي مالك الأشجعي وثقة وحجر إذا بقول يا فرد جنب صلى الله عليه وسلم سعد بن طارق يا لي هذا عن كثير من المدرك الأشجعي وثقة عن الأسود بن يزيد النخعي وثقة مكثر فقيه مخضرم وين عن عبد الله بن مسعود ابن عبد وحاويا وانك النبي جينا صلى الله عليه وسلم اتكو جعل صاحب النعلين والاداوه ها هي ايالي هذا ويا وايا هي عبد الله المسعود قالوا وحيد عبد الله المسعود كان وحو هذه قدر صلاه رسول رسولك على محوها صلاه قدر كذا الظهر صلاه عصر في الصيف حلق محوها كليله اجره ثلاثه اقدام سدح قمدود الى خمسه اقدام الى شن قمدود يعني لقطه قف قمديسه وحاويا سدح قمد او الاستبط اجي انت اسمرك وحركه سو غاره الى شن اي النبي جينا صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر قدرك بحيتان كد انت سو غارسين جري وفي الشتاء حلق قبابهنا خمسة اقدام شن قمدود الى سبعة اقدام الى تضبق قمدود اي هنجرتي ويان وحركه الى انت وكبحه مرك وا تقدير ايق ادوي قنويين تقدير ادوي ايق وي قنانا اوها بابك تضبات اول وقت العصر صلاه العصر وقت هذا مش هو الرئيس يو باب كانوا باب حديث كافرب وشن بقوليو افراد وحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد
وابو قدامه السرخسي الاشكري وثقه مامون سني قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي ثقه قال حدثنا ثور ابن يزيد بن زياد ثقه ثبت يرى القدر قدريني ما ايام حوا السقه تقريبا لقوه بي حدثني سليمان بن موسى الدمشقي الاشتقوي ها هي سليمان بن موسى ننك اللي يرهده وحاويا وصدوق فقيه أهل الشام أيوها زبن كيسي حديث كيسنا حقه يرى الدبع سنان أيا كجرت أنا طاء ابن أبي رباح وثقة فقيه فاضل كثير الإلسار وحوق يري يضي عدد كقرآن كريم كبقل ثواني أفر هجرة مركا يهيد أيوق يري عطاء ابن أبي رباح عن جاب ابن عبد الله وحكوري صحابي جيل كان مكثر كها رضي الله عنه ورضاه قال وحيري سأل رجل نبا وحو ويدي رسوله ويدي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة صلى الله وقت كذا يحكو ويدي فقال وحيري صلي معي إلتك أنا إلتك ويان وأرنت جبريل ومحوها النبي صلى الله عليه وسلم أي أصلا وحي إلتك فصلى الظهر صلاة الظهر أيوتك حين قرت زاقت الشمس قرحت أي محاي زو شيء والعصر صلاة عصرنا حين قرت كانوا هذا فيء كل شيء شيء لك هل كيس مثل ويسوى كره والمغرب صلاة المغرب أيوت جي حين قرت غابت الشمس أما أوتك حين قرت غابت الشمس قرحت أي عضي والعشاء صلاة عشان حين قرت غاب الشفق شفقي إيه عصانك ومحوها هاي رمادي قال وحي ثم كدم صلى وحوتك الظهر صلاة الظهر حين قرتي كانوا هذا في الإنسان وما ننت لبات فحين قرتي كانوا هذا في الإنسان قفك هركيزة مثله إسوا كله والعصر صلاة عصرنا حين قرتي كانوا هذا في الإنسان قفك هركيزة مثله إسوا كله بجباركي والمغرب صلاة مغرب حين قرتي كانوا هذا قبيل غيبوبة الشفق عصانك دعتانكيز كير هروحير قال عبد الله بن الحارث وحيري الرواد كمدة ثم قال وحيري قال في العشاء الشوح يري قال عبد الله بن الحارث وحيري ثم انت كذب قال وحيري في العشاء عشاء النبي وحكير صلى الله عليه وسلم هاي اما الراوي وحكير عفوا ورا وحانو اركا الى ثلث الليل هبينك مرك سدح من الذوقي بهل من مرك تقي انو محو عشاء كذي ايانو اركا ويان ذلك تذكر ان حوها ثلث الليل هذه اللي قال عشاء وقت جيس ونمانيا حديث سيد ليشان كان يا كمد ويان بابك سيدات تعجيل العصر صلاة عصر ددي جنت هذا يباب كانوا بابي هاي حديث كشان بقول إشانات وحديث صحيحة قال إمام ابن سعدي رحمة الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد عن الشاب الزهري عن عروة عن عائشة أنت من صومرني رضي الله تعالى ورضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وحوت كذا صلاة العصر صلاة عصر أيوت كذي والشمس قرح دينا في حجرتها أي محوها قل كذا أي جوكته لم يظهر وسن محوها سموقين الفي وهركي من حجرتها قل كذي يعني قرح دي قل كأي ساء وهيسا مرك وح حرة أو بحويان كب حي أو دين عب حي أي ذو أين جرين أي نبي قد كذي صلى الله عليه وآله وسلم هاي يوت كذي مرك معناه ذو حويان صلاة عصر أول وقت يد أي نبي قد كذي كلا جدة هذيك شنب قولي لحد وحديث صحيحة قال إمام نسأل عليه رحمة الله هرك أي شيء استوى وهر وين ودل فريسن كلا قالوا حين أخبرنا وحنور سويد من نص المروزي وثيقة ثبت قال أنبأنا عبد الله بن مبارك وإمامك أتقانين عن مالك بن أنس بن عبد الهجرة قال حدثني زهري محمد بن شاب زهري وإسحاق ابن عبد الله إسحاق بن عبد الله وثيقة وريان أنصاري عن أنس بن مالك وحكوري رضي الله تعالى وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محوى رسول كان يصلي متك ذا العصر صلاة عصر ثم أنت كدي منه يذهب وتجري الذاهب كنتج إلى قباء مسجد قباء يتأجري هي حافظة فقال أحدهما لبذودي متك مذا وحجري يا ديه مالك فقال من مالك يا هذا الكديه فقال مالك إمام مالك وحجري أحدهما متكد وحجري وأكل لبض ومرك وزهري أما با إسحاق ابن عبد الله لبض متكمد أي وحجري فيأتيهم وتجري وهم يصلون أيوة عسر كتكنا يعني قباء مسجد النبوي مسافة أدو لي راود حيس وحيرماها كل الشيخ وضع ركتين يعني مالا ركتين ويان مسافة أدو لي راود حيس مرك مسافة أيضا اللوق لقوت تجي أو صلاة عصرنا الوجرة وقرن كرتا مركز صلاة أول كذا هي اللي تكون وهم يصلون وقال آخر كيكا الوحيري ومد وحيري فيأتيهم وهم يصلون كيكا الوحيري والشمس مرتفعة قل رحضنا يأت وصريس أيام تجري ويان وهي حديث شنب وقال إيطالة بعد مركز لبضة واحد يسكوها فقسين حل هراء مركز صلاة عصر أول كذا من اللي تكون جري حديثك شنب وقال إيطالة بعد وحديث صحيحة قال الإمام نسع علينا رحمة الله أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل من طريف البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد عن الشاب الزهري عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنس بن مالك أخبره وحو ورمي أن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محوار رسول كان يصلي متك العصر صلاة عصر والشمس قرحة مرتفعة أيضا صريس حية أيضا نوشي وكل الكذي ولي أدن به ويذهب أدجر الذاهب قف كتجة إلى العوالي عوال المدينة
ilaa maanta xaafad ay cawaali ayaa la yiraahdaa, magaalada madiina ay ku taalla, cawaali madiina ayaa la yiraahdaa, meel macruuf oo la yaqaan weeye. Cawaali ayuu aadi jiray, washamsu waa xaafadihii kore kore weeyaan, yani xaafadaha kore, washamsu qoraxdana murtaficatun ay sarreysa weeyaan. Xadiis 508-aad waa xadiis saxiixa. Qaal imaam nasa calayhi raxmatullah, saxiixul isnaad weeyaan, saxiixul isnaad weeyaan. قال إمام نسائي رحمه الله أخبرنا إبراهيم أخبرنا وحنا ورهم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو إسحاق وحوي إسحاق بن راهوي ويان ثقة حجة فقيه. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة ثبت ثقة ويان صحيح الكتاب كتابها أما بوحي قرال هو أسقى وقرال كيس كوري وصح ويان عمر جيسي حلي قدام بنا حفظ جيسي والله صوير قال وهمير يا قال جري وحوق يا ذا بقول يوم سديد إسداد جنبه جنة صلى الله عليه وسلم عن مصور من المعتمر وثقة ثبت كان لا يدلس يدلس إيه سوى مغنجر كان أصيب حالي تدريس بالقماء قوى نجرين عن ربعي ابن حراش ننك اللي يرهدو ننكاس أبو مريم الكوفي وثقة عابد مخضرم نبي جنة صلى الله عليه وسلم حليه يسوقر لكن نبي لم يكن من عليه الصلاة والسلام وثقة عن أبي الأبيض أبي الأبيض كاسولا العنسي ويان الشامي المدين والي وثقة عن أنس وحكول ابن مالك رضي الله عنه ورضاه قالوا في أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحو أهنجر الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متك بناء أنك العصر صلاة من الدجية والشمس قرحتنا بيضاء عدها محلقة أي سريسة أي مرتفعة حلق الطير واتن ليرا موت شمبرك محوها وصر مري يعني محلقة أي بمعنى مرتفعة أي قرحت أدو سريسة حديث شمبق والإيسقالات وحديث سيها. قال الإمام نسى علينا رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر المروزي ثقة ثبت قال أبانا عبد الله المبارك وثقة ثبت حجة عن أبي بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف الأنصاري الأوسي المدني ومقبول أبتردر أيون مري قالوا سمعته عن كمال أبي أمامة ابن السهل أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف مقعيس أبو أمامة وحالي هذا أسعد نبي قزابن قيس أيول رجل صلى الله عليه وسلم نبي قونول أيول رجل ويان يقول إسوغ ريان مغلي صلينا وحلتكني مع عمر بن عبد العزيز ألتكني أمير المؤمنين الظهر صلاة الظهر ألتكني ثم كدبنا خرجنا وان بحني حتى دخلنا الى ان كجلنا على انس ابن مالك الى ان قلنا فوجدناه حال كلنا يصلي العصر اسوا صلاه العصر تكون طبعا وين نبيلي حالات ادق كسنا وايل نقدي وغرنيسا مرك قلت حنا لي عمي اذرو ما هذه الصلاه صلاه المحي التي صليتها تكون قال العصر صلاه العصر وين وهذه صلاه رسول الله رسولك الصلاه دي سويتن التي تاسو كنا ان نصلي كوتودا يعني معناها وحا ويان ايغا صلاه الظهر اخر كده يسو تكدين وقتي مخو اخر كيسه تكدين أنا سنة أول كم حوا عصر أيوت كذي مركز كحلية تقريبا أي نقدين ويان النبي قال صلى الله عليه وسلم واتي مركز لويدي عمل معروف اللي بدن الصلاة على وقتها نعم حديث ك شنب غري طمانات حديث سهل حسن الإسناد ويان سنة كيز وحسن قال الإمام النساء عليه رحمة الله ها هي أخبرنا وحنور إسحاق بن إبراهيم بنور رمي الحمد لله ويان من وراهوي وثقة ثبت الحجة قال حدثنا أبو علقمة المدني عبد الله بن محمد وصدوق قال حدثنا محمد بن عمر بن علقمة بن قيس وصدوق له أوهام عن أبي سلامة عبد الرحمن ثقة فقيه مكثر قال وحيل صلينا وحان تكني في زمان عمر بن عبد العزيز أيان تكني صلاة دي زمن كيس أيان تكني ثم كذب انصرفنا إلى أنس المالك أيان محاوس ونقني فوجدناه ونقل أن يصلي سكت تكني فلما انصرف مركو صلاة كبحي قال لنا وحيل صليتم مئتك تنقلنا وحالنا صلينا الظهر صلاة ظهر هات سويتكني وآخر وقتك قالوا حير إني أني صليت العصر صلاة ظهر أيان تكذي فقالوا حير له حكوي له عجلت وادك دكتي وصلاة وقتي يدو لقارنا بوبتي ويان فقالوا حير إنما إنك لما نصلي وأن تكني كما سيدي رأيت أنك أصحابي أصحاب تيدا يصلون إيقو تكني ويان أصحابتي سياوة مرك وأصحاب ذا نبينا صلى الله عليه وسلم أيقنا يكقاتين النبي قال أصحابته حتى ننكر لذاتك ولا نورا حتى النبي إنه محوان سوقر وسورة قال ويان مركب حديث كور عليه السلام حديث كور أيان عدينا النبي قال وصلى الله عليه وسلم تكون جري باب كسقالات باب التشديد في تأخير العصر صلاة العصر تبدي كذا إن لسكوت كيه والسكوت على لي أوقفك محوان ليه هذا صلاة العصر دي بيك هذا إن أيوب كانوا بابي إيه خطرتك وسكان حديث شنب قال يتوني كباد وحديث صحيح قال الإمام نسأل عليه رحمة الله أخبرنا علي بن حجر ابن إياس ابن مقاتل ابن مش مشم ريج ابن خالد أبتر قير أيو قال ثقة حافظ ويان ها هي قال وحيري حدثنا إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير وين ثقة ثبت قالوا حدثنا علاء ابن عبد الرحمن الحرقي ويان صدوق ربما وهم إنه كده عصورة قال اسمه تين
أنه إساق دخل وحقل على نفس مالك بوقري رضي الله تعالى عنه في داره دار تسب البصرة مجال البصرة وكلها حين قنت إسراف وك نقضي كنا ما من الظهر صلاة الظهر وداره دار تيسنا بجنب بجنب المسجد مسايك لين عيسى يقول قنت وياه مسجد سارنتي فلما دخلنا عليه قرطان وقال قالوا حين صليت من أصل صلاة الظهر ماتك يقول له حنير لا قالوا حين إنما لا إنما إن كلامنا إنصرفنا وحنكسر الله بني الساعات الساعات وقت كان من الظهر صلاة الظهر انكسر الله بني قالوا حين فصلوا تكذا العصر صلاة العصر قالوا حين فقمنا وان استغنوا فصلينا وان تكني فلما قرت انصرفنا ان تكني قالوا حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سقولا تلك تعيد صلاة المنافق قفكم منافق صلاة سويا جلس وفريستي يعني يجلس ويا معناه يرقب وحوها كروني أم سوقي صلاة العصر صلاة العصر حتى إلى ما حتى إذا كانت إلى ما أي كأهاته بين قرني الشيطان الشيطان لبدي يسجس إلى قرن رحضة أي كأهاته هل كسو قارت لعتانكي قام مركزه استاجي وفنا قرأ أربعا أفرك عيو قتني مرك قب 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 أيو كسيني لا يذكر محس الله إلا وين عز غالبها وجل ويناية فيها صلاة إلا قليلا إن يرمو أيانا تاسوا صلاة منافقة ويان صلاة منافقة أيان نعاسة يا مرك صلاة إن دي بلوديقة ومرك يقب قب وقت قويها قب 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 كسيزة وصلاة منافقة مرك وصلاة أول كذا دو كذا ويان أنس بن مالك مرك دور أرهموضة إن لا في رئوبها تنكو بعد مساجدك أنس بن مالك وكل أقناء السبب كل دقن أيو صلاة دي قرقس كنت كذي أرينت أيضا واحد عادي إن من كريباني أمية ومرادو دي إن بدنا كم ده صلاة دي بقولك جلين صلاة دي بقولك جلين تأخيرك صلاة أد بيد بقولك جلين مركز صحابة أنا بيجينا رك بدن أي مركز كنت تجين إن محوها ما دام أي صلاة دي بقولي جيان إن صلاة دي أول كذا أي قولي هذا كنت كذا أنت وحديري أنا اسمي مالك رضي الله عنه من وائل هو إلى 19 سنة تقريبا بقول تقريبا إنه جاريان في العيابة ده ديس أدب ويناتي سجاشن كجير النبي جن أيوه صلى الله عليه وسلم هذا سجاشن اثنين وحوي مركب النبي جن مدينة لكيري طبعا جر أيوها مركب بقول تقريبا ده ديس أنتوا جاروا ذو جدا مركب نيم وائل أو إندول أو حويان تقريبا مركب قرن عد جامس أنهلين إنه يهاي وده جودت كل حتى استأكل إنه يها صور قلهيد على العموم مركب جوانب بدنا إن لقي قبهن هذا وقت بدنا وما هينه مركب أرنتاس ريبني أمية رج أمر الله كم إذا حساس من جري وحلاقي يا بحطة عمر عبد العزيز أرنت أيضا إنه سكوجو ليسن إن صلاة أول كذا لتو كذا وصورة قال ويان ويا حديث كشام بقول طبعا إلى بعض وحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه رحمة الله خبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويان الراهوي قال حدثنا سفيان بن عيينة ويان الهلالي ثقة ثبت الحجة عن الزهري محمد شاب الزهري ثقة ثبت الحجة وإمامك عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة ثبت عابد فقيه وحوجي إذا بقول يا لحجر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح عن أبيه أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب وحكوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله بن عمر قال وحجيري النبي عليه السلام الذي قفك تفوت أيكتك صلاة العصر صلاة العصر فكأن ما بقي سجوا وتر أهله ركيسي لويسيي ولا بابئي إيوه ماله مالك سويان حديث شام بقول إيه طبعا إلا بعد وحديث صحيحة قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بن الهجرة عن نافع من نافع مولى عبد الله بن عمر عبد عن من عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي رسول كنا الذي قفك تفوته صلاة العصر صلاة رأيكتك فكأن وابسك وتر أهله رير كيس لقى قاضي وماله مال كيس ويان يعني حالات أدق بوقفك كل عي بابك الثمانات وكتاب المواقيت هو سيمان آخر وقت العصر صلاة عصر وقت هذا أنت قدام يسأل بابك نبابي حديث شنب قلت ثمانية سدحات وحديث صحيحة قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا يوسف بن واضح الهاشمي ثقوي قال حدثنا قدامة يعني ابن شهاب ويان المازني البصري وصدوق عن برد ابن سنان أبو العلا ويان الدمشقي صدوق رمي بالقدر عن عطاء ابن أبي رباح وعن كان سومرني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن جبريل ملك الجبريل عليه السلام أتى النبي نبي صلى الله عليه وسلم يعلم إساق وبري مواقيت صلاة صلاةها وقت إساق وبري أي يميت فتقدم جبريل يا هرمري ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وكدم به والناس تتكن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كدم بيان رجل لجوا مركا إذا ومكة طبعا فصلى وانتو كذا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر صلاة الظهر حين قرت زالت الشمس قرأت أي زو شيء أي نبي صلى الله عليه وسلم كو وأتاه كدمنا مرة بعض ويمت حين قرت كان هذا الظل حركة مثل شخصه السجد تاجي سو كلقفك أنت أجر إن لك مركو حركة جارين ويمت هي أو فصنع وسمي كما صنع سدوسمي فتقدم جبريل وجبريل يا هرمري ورسول رسولك صلى الله عليه وسلم خلفه وكدمه والناس ذات كان خلف رسول الله رسولك الله أي قدشيهين فصلى العصر صلاة العصر يوتو كذي
ومارنت كوبت ثم كدي من أتاه وي متحين جورتي وجبت الشمس قرات عيد عاد فتقدم جلول أيها هرمري ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وكدم يا والناس ضدك لجوجين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب صلاة المغرب أي أيوة مركز دجي وحاس صورة قال له دعي كرتا إن مر لبعضنا بيجين مجال المدينة وكل سمينا صورة قال وارنت أيدي جبريل تأكيد هي تجديد إن حوها فرد موح اللي هجر إن لو عليه إن حوها نبيجا عملك سواها جر كدي بلا سمينا صورة قال لكن أصل هان مركز صلاة اللي براي وفعل هان لجو براي إلا فلقل مجال ما كاي هيدوين يعني هوريسان هوريسان وصومرني واي والناس دت كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فصلى العصر صلاه سيدك دي ثم اتاه ويمت وجبريل بقى النبي وامانه حين غورتي وجبت الشمس قرات اي دعدي فتقدم جبريل جبريل ايام حور مري ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وكدم بيان والناس دت كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فصلى المغرب صلاه المغرب يوتك دي ثم كدي من اتاه ويمت حين غورتي غاب الشفق اسانك ودم ومحوها دعي ويان فتقدم جبريل جبريل ايها هرمري ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وكدم بيه والناس كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم شيهين فصلى العشاء صلاه العشاء اي مركه تكدي ويان صلاه العشاء اي تكدي ثم كدي من اتاه ويمد حين غورتي انشق الفجر صلاه اي دلعدي دلعدي ويان ومركبه افتير صبحي فتقدم جبريل ايها مركه هرمري ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وكدم بيه والناس كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كدم بيان فصلى الغداء صلاه الفجر ارورت صلاه دي اي محوها كدي ثم كد من اتاه ويمت ما انت ما انت كبدا هيدو صلاه دول باول كده يوم مركه النبي محمد عليه الصلاه والسلام للدجي اي صحابه اللي جرتي ثم كد من اتاه ويمت اليوم الثاني ما انت لبات حين غورتي كانوا هذا الظل حين غورتي كانوا هذا ظل الرجل قفك حركيزا مثل شخصه اسغا تاجيس ما كل اكاد او تاجيس اي حركيزا اسلاقين فصنع وسمي مثل ما صنع بالامس شال سدو سمي اي محمد سمي او اسغا يا هرمري النبي يا كحرتي النبي انا صحابه يا كسي دنبي فصلى الظهر صلاة الظهر أيوة كذي ثم كدي من أتاه ويمت حين قرت كان وهذا ظل الرجل قف كهركيزا مثل شخصه أسجى استاجي سوكله وفصنع وسمي كما صنع بالأمس شلس وسمي أوكله فصلى العصر صلاة العصر أيوة كذي هاي مثل مثل أي شخصه أي كل يبى محوها محقوقا شو حسين مثل ما يقوقا مثل مثل أي يقوقا مثلا مثل هي مثل شخصه فصنع وسمي كما صنع بلام شال سمي فصلى العصر صلاه العصر يود كذي ثم كدي من اتاه ويمت حين غورتي وجبت الشمس غرات اي دعدي فصنع وسمي كما صنع سوسمي بالامس شال فصلى المغرب صلاه المغرب اي مركه محوها دكدي فنمنا واسك صحني ثم قمنا وان سوكاني ثم نمنا وان صحني ثم قمنا وان سوكاني يعني صلاه ديال السوقية وقت دير فاتاه ويمت فصنع وسمي كما صنع سوسمي بالامس شلي او امام نمدي اسغن وقاتي النبي وكو دينا النبي غنا اسحابك سيدانيا فصلى العشاء صلاه العشاء يدك دي ثم اتى ويمت حين قرت امتد الفجر صلاه الفجر اي بلارتي واصبح ولبا لوا بريست قرحت ولي اي سو بخين والنجوم حدغهنا باديه اي وحويا موقته مشتبكه ولبا اسدحكشنت ويا او مخو اسكو دحيا سنت فصنع وسمي كما صنع بلام سلس وسمي امام نمدي هولي سيدي ايو سمي فصلى الغداه ارورتي ايو مخوها تكدي وياي ثم انت كدبنا صلاة الفجر يتكدو غداتها ثم انت كدبنا قال وحجيري ما بين هاتين لبضاس لبضان انتو دحيسو ايا ما بين هاتين الصلاتين لبضان صلاة انتو دحيسا وقت ووقت ويان يعني صلاة هذا ظهرك اول كي اخر كي لبضاس انتو دحيسا وقتك انت سكجرا ويان فجرك واساس وكالي عشي واساس وكالي مغربك اساس وكالي ساسو محوها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويري ويان مركا صلاة مركا وحاكو عطل كاس إن صلاة الظهر عصر كا مغرب كا عشاها صلاة فجر صلاة والبا إن إليه ذهي ميري كب الله واتو وبداية إليه ذهي نهاية إليه ذهي الشيء التان أفكا نبي قال وشاك صلى الله عليه وسلم مكو كافتو من جبريل ما دام اللو سؤدي بي الأمين النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يؤتو سيئي سيدا موقتنا لبجر أو مر مكي مر مدينة يا موقت والعلم عند الله عز وجل نبي قال صلى الله عليه وسلم واتي وصحابة انتو دجيه كده من اويري كما في الصحيحين صلوا كما رأيتموني أصلي تو كذا سيدا أنا تو كان هذه أركتين مركز صلواتك وقت يدا ساس أيو محوها كلي هاي وأول آخر أي لذا هاي سيقفك وأنه قف جدك للربي وأقيم الصلاة كل أغمينا وإنه حاويا فعلها وفرية نبي أن سمينا صلى الله عليه وسلم وأسلم وفرية انت يا عشر كوكوبين هاي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله مصطفى.